دواعي. في حالة أخذت العلاج طبيب سجلت هي صرت شوية زين افتي فهمتيني؟ حالة من افتي ورجعت علي هاي ايش راح يسوي البكتيريا راح تقاوم العلاج اللي أخذتي بس انت ما راح تصيرين زينة انت ما صايرة بعد زينة راح يقاوم البكتيريا العلاج اللي أخذتي فراح ترجع تتفاعل تتنشط ليش يقول لك فترة أمضي مثلا فترة أسبوعين وقطعين فترة